خي سمير تبارك الله. الله يعزك اخي ابراهيم الله يحفظك. خي سمير مي هضرت معك قلت لي شحال كتشبر في النهار الترامبيه؟ ثلاثه مرات. كان شبار ثلاثه. وهاد الزياده هادي مزيانه ولا لا؟ عيانه مره بالنسبه لينا حنايا، عيانه صراحه الله. واخا دابا حنا كنخدموا زعما يعني كنخدموا عشوائيا وكنخدموا بالصحه ديالنا كدا، جاتنا الترامبيه غاليه بزاف. مثلا دابا انا كنركب من بكدور الزناية يعني 6 دراهم. هذا الثمن قديم؟ لا الثمن قديم كنت كركب 4 دراهم فهمتيني. دابا زادوا 2 دراهم في ضربه، يعني ماشي درهم ولا 50 فرانك، يعني زادوا 2 دراهم وبزاف صراحه الله. يعني لو كنت كنربح انايا 2500 درهم في الشهر ما بقاش تناكل في كرشي. دابا خصني نركب ونولي نطلع، يعني نبقى خدام انا على الترونسبور والماكله، يعني نزيد شي حاجه في الحياه ديالي، نتزوج ولا ندير شي حاجه، ما ندير والو، غنبقى دايما لاوري. كسر ديك الناس اخي سامي اللي كيقولوا تزادت 50 تزاد درهم ماشي مشكل، شنو الميساج اللي غتوصل؟ والميساج اللي غنوصل لهم يعني، وكانوا دراوش بحالنا وكيحسوا بحالنا وتا هما كيتغربوا بحالنا وكيجيو يحسوا بها فهمتيني. يعني دابا هما يعني اغلبيه ديالهم كتلقاها بوه عندهم مو عندها، دايره له كارطه دايره له كذا، ما يحشي بها ضروري حيت باقا كتجبد مو طايف فلوس من الجيم. يعني بحالي انا واحد بوبري كنجي شوف من مدينه، يعني واخا حتى حنا الناس ديال الشمال ولكن كنجي من الاعصار الكبيره، تال انا بزاف عليا فهمتيني. يعني هذا الغلاء اللي داروا راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني تزيد 50 درهم هنايا عاد جبر واحد المسؤوليه، رجعت عندك الشهر مطول. ما يخليوكش تجوج بالعربيه التعربيط. بالنسبه لي انا اش كاين الشاب عندي 34 سنه نسيت تجوج. كنت نسيت تجوج. الغلا بزاف، زادوا في كل شيء كل شيء. عبيلاتي مشيت نشري غير صابونه كنت كنديها ب 4 دراهم، ديتها ب 6 دراهم و50. شو شحال الفرق تزاد؟ 3 دراهم و50. الخلصه ديالك ما تزادتش؟ ما تزادتش، باقا هي هي باقا كنربح 130 درهم في النهار. يعني والرساله ديالك اللي توجه للمسؤولين شنو هي؟ الرساله ديالي اللي كنوجه للمسؤولين هي يحنوا على الدرويش ويشوفوا في الشعب. راه حنا تقهرنا تضلحنا، راه لا حول ولا قوه الا بالله اخي ابراهيم والله الا. يا من واحد الناحيه ما عجبنيش الحال، الا كان يعجبني الحال، الا كانوا مثلا طوبيسات مزيانين ما يجيبوناش ديال كازا داك الشطاره ديال كازا ويحطوها لنا هنايا ونزيدوهم 50 فرانك من الفوق فهمتيني. مازال كون كانوا شي طوبيسات اللي هما مزاونين اللي يستاهلوا ما كاينش المشكل. هاني 4 درهم ما هيش شي حاجه. قلت انك تستعمل الترامبيه يوميا او لا غير مره؟ انا كنستعملها يوميا. يعني هاد زياده 50 فرانك اللي زدتي وفي نفس الوقت كتمشي جالس في الكرسي ولا كتمشي واقف؟ واش نقول لك اخي؟ لا يخفى القمر، راه الطوبيس كتمشي انت واقف، راه كضر مع شحال مصيبه ديال الطريق وانت كتمشي واقف. يعني واخا زدتي هاد 50 غتمشي واقف؟ كتمشي معذب فهمتيني، غتمشي معذب. المهم هو يكون الطوبيسات مزيانين ما يهمش، انا ما ديك 50 فرانك الا زدت غير يكون الطوبيسات مزيانين ما يهمش. الثمن القديم شحال كنتي كتركب في الترامبيه ودابا شحال كطلع في الترامبيه؟ 4 دراهم دابا 6 دراهم. وهاد الزياده هادي مفاجئه، واش عجبك الحال واش عاديه ولا ماشي عاديه؟ يا مشرف هادي ما عجبناش الحال، بزاف الاشياء ما عجبناش فيهم الحال. مثلا بزاف الزياده اللي نزادو كان ما عجبناش فيهم الحال. دابا شحال مرات كتركب في الترامبي؟ شوط المهم 4 مرات، كنشبر الطوبيس 4 مرات، امس جوج في الصباح وجوج في العشيه، راه 20 درهم عند المركب. يعني اذا ملي تزادت قامت عليك 20 درهم؟ الثمن القديم؟ الثمن القديم كانت كتنقم في 4 دراهم في 3 دراهم و50. حيت كاينه بعض الناس كيقولوا هذه الزياده اللي تزادت عاديه، يعني ماشي بزاف. شوف بعض الناس يعني عندهم عاديه، بعض الناس ماشي كامل فهمتي. هو اللي مصدر دائما الضعيف ماشي القوي يعني فهمتي، هو القوي عاش في دار الضعيف يعني فهمتي. القضيه هذه الضعيف هو اللي كياكل الدق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمو ديالي نسينا ديما كتركب في الترامبي. دائما يا عمو. دابا مخبارك الزياده اللي تزادت هاد النهار؟ ما صالحناش يا عمو. علاش ما صالحاشي؟ لان علاش الحاله ضعيفه، لان الاجره ما كتزادش فهمتيني، كتزاد على الصير وهادشي الغلا وهادشي المازوط وهادشي. والناس اللي كيطلعوا في الترامبية راه غير دراوش يعني؟ دراوش الله يكون في العون، الناس فقراء. واش اللي عنده الترامبية يطلع في الترامبية؟ هادشي اللي كاين، هادشي ما خدامش. الله يهديهم علينا وصافي. قلت لنا كتستعمل يوميا الترامبي. يوميا. ومعاناة ديالك الترامبية، تقدر تعاود على المعاناة ديالك اللي كتجبر في الترامبية؟ كاع مدحوسة كاع مدكسة، أغلبية من تيكونوا الدراري المدرسة تيدكس كل شيء. كبير وصغير مع التالي تسمع الهضرة اللي ما صالحاش عندك ما تشوفه صافي. يعني وكتمشي ماشي جالس كتخلص فلوس وكتمشي واقف؟ كاين واقف أغلبية. يعني دائما كتركب في الترامبية دائما واقف؟ هو دائما واقف لأن دائما عامرة. كيضربوا شي الحساب كاع البوفري ولا الضعيف ولا شي حاجه، واش نوقع له ولا شي حاجه ما كايناش.
والله يهديهم هذاك. امين تبارك الله عليك. شكرا عم. اللي تبارك الله عليك. الله يحفظك خي ابراهيم. كتسنى الترامبي. اي خي ابراهيم. الا قلت لك الزياده هذه اللي تزادت هذا النهار هذا. الزياده ما مزياناش لينا حتى تنستعملوا الترامبيه بزاف فهمت. الزياده ما خدامتش لينا. كتلقى واحد مسكين خدام بوفري. إيه على قد الحال يلاه كيجيبها مع الصالير ديال الخدمه وسميتو الصالير ديال الماكله والصالير ديال الترونسبور وكذا. الصالير ديالك تزاد سينا في هاد الشهر هذا ولا والو كتزاد سميتو الاسعار كيتزادوا والصالير كينقص. شوف دابا الصالير ديالك غيبقى كافيك في هاد الشهور هادو. شوف شحال هادو ما كيكونش كافي كيكون بنادم خدام بعدا يعني الخدمه ديالو مرسمه كيكون ديما خدام ماشي مشكل يقدر يتكافى شويه مع الوضعيه. اجي لذاك بنادم مسكين اللي كيكون خطره خدام خطره ما خدام فهمتي وكيكون مغرب على بلادو غير هنايا كيكون صعيب عليه شويه فهمتي. والوضعيه هذه هي في المغرب اش غدير اخويا يعني ضروري تمشي معاهم تسلك وصافي. يعني كيف جاتك الزياده واش مزيانه ولا عاديه ولا؟ صراحه صعيبه شويه داو لي خدام 100 درهم ما كيبقالو شي مع الماكله ما يبقالو والو. دابا مع دابا اللي خدم 100 درهم عيط غدا وغيرك ما يبقى له تدرى اللي ما خدامش ما يبقى له تحت يعني خدام على ماكله وخدام على شي طوا صافي ما عايشي حتى شي حاجه. المزيان خصنا يشوفونا شي حاله هذا بزاف علينا هذا بست درهم بزاف حيت كاين اللي كتقول لك 50 فرنك تزاد كيقول لك 50 عادي درهم عادي وهذاك اللي كتجبروا عنده من صر موجود ماشي يقول لك هيداك ولكن اللي الدرويش اللي ما عنده شي مار ضعيف ما عنده شي راه صعيب شوي يعني الدرويش اللي زدت عليه 20 فرنك كيحس بها كيحس بها ضروري بحال اللي قلت لك خدام 100 درهم عايز يتغدى وغيرك ما يبقى له حتى حاجه. يلا هذاك مجوج ومسؤول بحال اللي قلت مجوج وعاسد ما يتسخر ما يبقى له حتى حاجه. تبارك الله. امين اخي ابراهيم الله يرحمك اخي ابراهيم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.